وقت اللي وصلنا المعبر ضربت إسرائيل صاروخ، المعبر صارت حفرة هالكبرى وجورة كبيرة. رحنا على لبنان، هلأ صار في حرب كتير على لبنان، جبت ولادي وجيت، قلت مشان الضرب والهاي كتير صار ضرب. نحنا أنا لأني ساكنة بالجنوب جبت لهون وجيت كمان هون، لقيت في حرب بجبل الزاوي، نحنا جوزي من جبل الزاوي. تعذبنا كتير على الطريق، ضلينا أربعة أيام نتعذب، جينا تمنا نسفان من العطش، ويا ريت يا ريت معنا دوانا نشربه، بس تعذبنا هون بإدلب بالمحرر. هون دادات تعذبتوا؟ تعذبنا، أخذوا أغراضنا منا، حطونا نحن بمكان وأغراضنا بمكان، ضلينا يومين بأرض هيك ما فيها لا شجرة لا شيء، قاعدين والهواء يسفق على عيوننا. بيتي مدمر، ما ضبطوا قاعد عند عمي هلا. هونيك دمار شامل، صار دمار شامل، إسرائيل تدمر تضرب. خفت على مكتب أولادي وحالي. والحمد لله وصلت هون وخير سلامي، والحمد لله عم ضبط بيتي هلا. شو بدي شوف 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 شو بدي أعمل، شو بدي أعمل بحالي. أنا 12 سنة كنت هون، تدمر بيتي، صار حرب، تدمر بيتي، حملت حالي، أخذت مرتي وأولادي ورحت على بيروت. واليوم راجع تصلح بيتك؟ اليوم راجع أصلح بيتي. يعني أنت بيتك اللي دمر بحرب سوريا، بحرب سوريا لبنان بدك تصلحه؟ إيه شو بدي أسوي؟ بدي أصلحه. بدي أقعد هون وأستقر هون. كفر